طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وبالنيابة عن الشعب الليبي نحب نقدم أحر التعازي للشعب المصري عامة ولأسر ضحايا نادي الأهلي خاصة. إن شاء الله يا رب تكون هذه نهاية الأحزان في مصر، إن شاء الله تكون هذه المحنة هذه اللي حاليا مصر تمر بها دليل على أن الشعب المصري إيد واحدة. إن شاء الله يا رب يتوحد الشعب المصري، ونتمنى من الناس المندسة والناس المخربة للبرنامج ده إنها تخرج من الموضوع هذا، لأنه والله مش في صالح مصر. دي أصعب هذا أصعب وقت إن ممكن الشعب المصري يتحد فيه. يعني حرام ناس مش ذنبهم، حرام في أطفال ماتت، في ناس، في أمهات كتير لحد الآن قاعدة تبكي. فربي إن شاء الله يتقبل هؤلاء الناس اللي ماتت في جناته يا رب. وباسمي زي ما قلت باسم الشعب الليبي، احنا ليبيا ومصر شعب واحد، عزانا عزاء واحد، وإن شاء الله يا رب يتقبل الناس هذه والضحايا.